يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المشروع للمؤذن حال الأذان؟ هل يردد أيضا بعد كل عبارة أم يدعو فقط بعد الأذان؟ هل إيش؟ ما المشروع للمؤذن حال الأذان؟ هل يردد هو أيضا بعد كل عبارة أم يدعو بعد الأذان؟ ذكر العلماء أو بعض العلماء أنه يجيب نفسه، وهذا ما يسمى، هذا ما يسمى عند العلماء بأنه يجيب نفسه، فيتابع نفسه، تابع نفسه. ولكن ليس على هذا دليل، ما دام أنه ينادي ويتكلم بهذه الكلمات هذا يكفي عنه أنه يكررها. نعم نعم ترجيع غير هذا، الترجيع هذا في أذان أبي محذورة في مكة، أما بلال فكان لا يرجع. مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بلال وابن أم مكتوم ما هم يرجعون، إنما هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة في مكة. نعم.